في نظاره اليوم، لان في ناس شمتوا فينا قبل سبحان الله رجعت عليهم. انا والله ما ادري ايش اسوي، انا لازم اغير عند المغرب والله. لا والله العظيم الاهلي ما كان احنا الحين جاي يطول علينا والله. انا بقول حاجه واحده للاتحاد بس، اللي ما طول لا تقوله. جايين نغطي مباراه الديربي بين الاتحاد والاهلي، قمه من قمم دوري روشن، ناخذ فيها اراء الجماهير وتوقعاتهم. أكثر من 1000 يوم الاتحاد قاعد يفوز على الأهلي والأهلي مش قادر. والله فايزين بإذن الله 3-1 بنزيما حمد الله روما وسجل عنده. لا بإذن الله. وهذا وجهه أبو سعيد. ترى الأجانب أول مرة يكتملون. ليش عندي سؤال؟ ليش لابس نظارة؟ هل لابسين نظارة اليوم؟ لأن في ناس شمتوا فينا قبل. وسبحان الله رجعت عليهم. شفت كيف؟ أسأل مستغرب. كل شيء عن النظارة، حتى من التعليمات أنه لازم الجمهور يلبس نظارة. كل الجمهور اليوم يلبس نظارة. لأنك أنت أنت كنت تقول ألبس النظارة، تخبر ولا ما تخبر؟ شوف سبحان الله. طيب ما اختلفنا مو مشكلة. هذه الكورة، الأهلي يهبط يرجع، يفنتس الحمد لله. الأهلي يهبط يرجع، الاتحاد ما يهبط. اسمع عاد باقي ترى. لا والله في هجمات يعني ضيعناها بالهبل. انا ما ادري حمد الله وش قاعد يسوي. الامور الى الان ما هي مبشره بالخير صراحه. ايش رايكم بالدوري بشكل عام؟ والله دوري من افضل الدوريات صراحه، خصوصا على الانتقالات والاسامي الموجوده صراحه. نحن هنا استمتعنا صراحه. اجواء صراحه، الاجواء صاخبه مع جمهور الملكي امانه، يعني جمهور عظيم بما تعني الكلمه. قلنا يا حمد المغرب يزاك طوال المباراه، جمهور الاهلي 30% كله قاعدين نغني اكثر من الاتحاد. انا والله ما ادري ايش اسوي، اقسم بالله لازم اغير حمد المغرب والله لازم اغيره. احنا 70% وجمهور الاهلي 30%، جمهور الاهلي اعلى منا. ليه جمهور الاهلي اعلى منا؟ يعني حمد المغرب حقيقه علامه استفهام. طلع فرنادو اللي ما مسعود، يعني مباراه هذه زي كذا ديربي، هذا مو تلعب ضمك ولا اي فريق، يعني والله حاجه ما تستاهل صراحه. بدايه الموسم ما ينفع تلعب بمهاجمين، حمد الله مفروض برا النادي، ما عندك جناح، يعني انت ما عندك جناح تقوم مطلع جوتا ليش؟ لازم تستفيد من جوتا. تكتيك غريب، حلو، لعب غريب، اول مره اشوف الاتحاد يلعب زي كذا. بنزيما حمد الله، ابغى اعرف الى متى، يعني ايش يبغون يوصلوا له، فهمت علي؟ بنزيما جاي من مدريد، حمد الله ايش وضعك؟ وين الابداع؟ وين اللعب اليوم؟ والله العظيم الاهلي ما كان يفتح فرق، الحين جاي يطول علينا والله. عندك لعيبه حرام عليك، صح عندنا نقص دفاع بس برضه تقدر تكمل، عندك عناصر صغيره، جرب لاعب غيره ما يحتاج، يعني خلاص حمد الله ابدع، مع السلامه، يعطيك العافيه، كبيت ربيت، شوف غيره. حلو، شوف الهلال، شوف النصر جالس يجدد، انا لازم اجدد. الاشكاليه وين بالضبط؟ الاشكاليه شوف الاداره، رجع لي نفسك. حلو، لازم تجدد. انت عندك حمد الله مستواه يتذبذب. شكرا حمد الله، اديت معنا، يعطيك العافيه. حلو، شوف غيره. والله ما في شيء جديد. قبل لا أهبط أنا آخر 20 مباراة فايز مباراة واحدة بس. والله ما في شيء جديد. ولا أقول أنا بقول حاجة واحدة للاتحاد بس، اللي ما طول لا تقوله. من الآخر اللي ما طول لا تقوله. شوف تفتكرني أقسم بالله. شوف بعطيك معلومة، الأهلي لو ينزل درجة سادسة أقسم بالله الاتحاد إن لعبتي. أنا صادع الاتحاد. والله العظيم أنا صادع الاتحاد. الاتحاد صغير ضد. والله صغير ضد. يعني بترجع العقدة تبدأ من جديد. أكيد. ما يحتاج. والله لو ينزل درجة سادسة الاتحاد إن لعبتي. اقسم بالله الاتحاد اللي لعب عادات وتقاليد. والله العظيم انا عبد الموسم معي 6 نقاط حقت الاتحاد. عبد الموسم معي 6 نقاط حقت الاتحاد. والله العظيم ما في والله اخذ الكلام ما في شيء جديد. يا اخي كل الانديه الاتحاد، يا رب كل الانديه الاتحاد. والله انا اجيب الدوري لو كل الانديه الاتحاد. والله يلعبون مره الدرجه واضحه. والله لو كل الانديه يلعبون معنا مره ثانيه بدون كيسه. يلعبون ثاني تكفون يوم كيسه. بكره فاضيين تلعبون. والله يبغى المصل. والله غلابه. والله غلاب. باقي لابسين النظارة. والله لا تسأل. يعني ضيعنا حمد الله. حمد الله ضيعنا حقيقة. حمد الله ضيعنا اليوم. يعني الاتحاد سوى فرص، خلقنا فرص الحمد لله، وصلنا ما بكتر من مرة.